بيان هام لكل أهل الأرض. أعلن الإمام أحمد الحسن عليه السلام أن أرقام الإصابات والوفيات الرسمية المعلن عنها في العالم جراء تفشي فيروس كورونا هي أرقام خاطئة وليست صحيحة. كشف قائم آل محمد الإمام أحمد الحسن عليه السلام أن عدد الإصابات الحقيقي في العالم اليوم هو 150 مليون نسمة وليس مليون كما زعم. أما عدد الوفيات الحقيقي فهو 3 ملايين نسمة وليس 50 ألف كما زعم. هذه هي الأرقام الحقيقية لعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا كما أعلن عنها قائم آل محمد الإمام أحمد الحسن عليه السلام بتاريخ 3 إبريل 2020. ويتكشف مدى الانتشار المفزع للفيروس وإخفاء ما تسمى بالحكومات الإحصائيات الحقيقية. ولأول مرة كشف الإمام أحمد الحسن عليه السلام حقائق خطيرة عن هذا الفيروس، حيث بيّن أن المتعافين سيموتون، جزء منهم سيموت وجزء آخر سيجن بسبب تأثير المرض على المخ والجهاز العصبي وسيموتون أيضا، أي أنه في نهاية المطاف سيموت المتعافين. أفيقوا يا موتى، أفيقوا يا نيام، هذه الحكومات تخدعكم وتستغفلكم، ووقفوا هم وما يسمى برجال الدين من كل الأديان عاجزين، جيوشهم وأسلحتهم الجبارة لم تنفعهم، وغدرستهم وتكبرهم وبصقهم في وجه كل ضعيف لجأ لهم للعون استحقوا ونالوا به هذا العذاب الإلهي. وها قد أذلهم الله بجرثومة كما فعل مع نمرود بذبابة، تركوكم وتركوا أحباؤكم يموتون في صمت أو يواجهون المرض دون أدنى حماية. ليس عندهم علاج ولن يكون عندهم علاج. على وجه هذه الأرض كلها لم يعلن أحد أنه لديه العلاج إلا رجل واحد، هو الإمام أحمد الحسن عليه السلام. انقذوا أنفسكم من قبضة هؤلاء المجرمين، اسألوا أحمد الحسن عن العلاج.